اجي لحضرتك كابتن عليا استعراض قائمة سبورتينج، وبرضو بعد ما نستعرضها لو لحضرتك ليكي تعليق طبعا نتشرف بيه. اتفضل يا كابتن. عندنا منار إيهاب منتقبة، كانت عندنا طبعا منار من أسرع وأحسن القطارات في مصر دلوقتي. يعني هي كانت لعيبة النادي الأهلي وانتقلت إلى النادي سبورت. بالظبط هي كانت لعيبة سموحة الأول يا كابتن عايز. سموحة الأهلي بعد كده سبورت. يمكن هي راحت اسكندرية عشان يعني طبعا عشتها أسرتها من اسكندرية. عشتها طبعا يعني أسرية يعني أمور أسرية. عندنا فرح عمر مركز اثنين، فرح بتشوت كويس قوي، لعيبة شوتر، كانت في سبورتنج هيليوبلس ورجعت سبورتنج تاني. تمام. طبعا عندنا أسرار ربنا يشفيها ويعفو عنها. عندنا جينا بتلعب مركز ثلاثة برضو، لعيبة بتشوط كويس جدا، تمتاز بالتصويب الثلاثيات. عندنا نادين ياسر بتلعب مركز أربعة. نادين من النوع اللي حضرتك ممكن ما تحسش بوجودها في الملعب، بس بعد كده انت بتبص في الاستاتستكس ليها عاملة حاجات كتير جدا. ده اللعيب الخطر جدا. بالظبط. انا طول عمري بقول عشان كده انا بقول ان هي ليها تأثير كده. بالظبط بالظبط. اتفضلي. عندنا هاجر هشام كابتن الفرقة و احسن لعيبه في مصر دلوقتي ما شاء الله. وعندنا رنيم قلنا ان احنا مش عارفين هتكون موجوده ولا لا، هي ما لعبتش معاهم من ساعه التوقف لغايه دلوقتي خالص. في ملك السيد بتلعب واحد بتهيألي، يعني الثلاث اسامي اللي هقولها ملك السيد وليلى نبيل وميان كامل، بتهيألي ان دول يا اما اول سنه او تحت 18. دول مستعين. بالظبط. بلغوني دلوقتي ان الثلاث لاعبات ملك وليلى وميان متصاعدين من كده. بالظبط. عندنا مونيك طبعا عندها كورونا ربنا يشفيها. عندنا فريده خالد، هاله الشعراوي المنتقله من الاهلي لسبورتنج. وعندنا جمانه هيثم صفاء لعيبه برده بتلعب واحد واثنين. جمانه هيثم دي بنت كابتن هيثم. بنت كابتن هيثم صفاء اللي هو دلوقتي عنده كورونا. مش كده ولا لا؟ لا 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 كابتن هيثم راسلان. كابتن هيثم صفاء كان مدرب درجه اولى كابتن كبير طبعا احنا عارفينه. فجمانه برده بتلعب واحد واثنين ولعيبه سريعه ممكن تمشي الملعب، ممكن حد ياخد الملعب وهي تلعب اثنينيه يعني برده. صحيح. طب يا كابتن شايفه ان هو يعني في غياب المجموعه طبعا المعلومات اللي عندنا قبل كده قد تتغير بعد معرفه المسحه، واكيد هنقول لحضراتكم عليها، شايفه المعلومات دي او اللعيب السكواد بتاع سبورتنج يقدر يستوعب الصدمات غياب اللاعبات بسبب كورونا، ولا شايفه الدنيا ازاي؟ لا يقدروا لان فرقه سبورتنج فيهم خبرات، والصغيرين بتوعهم دايما سبورتنج بيبقاش عندهم الرهبه او كده، يعني عادي بيلعبوا مفيش مشكله. بالظبط بيلعبوا بالظبط كده، ومتعودين ان دايما بيجي اذا كان اهلي او سبورتنج بيجي في ماتشات جامده الناس الكبيره مش موجوده، فالصغيرين بيلاقوا نفسهم فجاه في وش الموضوع وبيشيل. هنشوف ماتش اكيد كويس كابتن.